يا مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناة ناس فور لينكس. الشباب عم بيعرض عليكم شغلة، اذا عندكم شي حدا مش واثقين منه علميا او مش واثقين في عنده هيك عم بتحسه بخبص على الخط، اوكي بعتوا عندي على الفرامة تبعتي، تمام؟ نحن حنفرم الكلب، تمام؟ ف بس انتبه، هذه انت فايت على اليوتيوب، ففي كثير ناس هلا فضل تبعت لنا هني دائما بالتعليقات بأي فيديو بتلاقيه، أو بفضل حتى أحلى إذا بتعملهم بفترة البث الحي يوم سبت وأربعة بيكونوا لايف قدامك، تمام؟ فهيك يعني بدون إنه والله عم لوفك أو شيء، أوكي؟ وبنقدر نعمل أبحاثك من شان الموضوع قدام عيونك، أوكي؟ في البث الحي، عرفت شو قصدي؟ فبنقدر حتى الشيء اللي أنا ما عندي علم فيه وبدنا نفهمه سوا ونفهم هذا شو عم بقول، وإذا كان هذا الكلام مثلا إنه حاسه او بين انه في شيء منطقيا او علميا غلط بعت لنا اياه، عرفت كيف؟ من هالناس. طيب فاحنا دائما بثنا كل سبت واربعاء بعد الساعه 8، ما تاخذوا على 8 على 8، مرات ممكن افتح افكار، ممكن هذا بتوقيت بيروت، يعني توقيت بيروت، ف عشان انه مرات بكون عندي شيء علي شيء بدي اخلصه، بس بنفتح بالليل، يعني احنا على السهره في سهره كل سبت واربعاء بنقعد مع بعض، اللي حابب يسأل أي شيء بتعرف الكمبيوتر والبرمجة المعلوماتية، وجزء منه هاي الفيديوهات ممكن تبعتوا لنا نشوفها على جنب، تمام؟ يلا موفقين، ديروا بالكم على حالكم، سلام.